قبل من المقطع يا حبايب نزلتكم مقطع على قناتي الثاني إلى علاقة بسكواد جيم. أنا طارق الباشا. تحدي صراحة كوش خرافي، أنا سارتي وبالصراحة تحدي كوش خرافي، تعبت بيه فوق 20 ساعة مونتاج. أتمنى قدروا هذا التعب يا حبايب، بس دخلوا على الوصف وتروحوا تشوفوا المقطع على قناتي اسمها ملك المشاهير، الرابط الوصف يا حبايب، دخلوا على الوصف أحبكم. وبس يلا نبدأ المقطع. الخبر الأول عادنا عن فضيحة أحمد أبو الرب وصبوا مجموعة من المشاهير الأردن. تهجم المتابعين عليهم بشكل مو طبيعي، خصوصا يا حبايب إن هذا المشاهير ومنهم أحمد أبو الرب قاعد يسوون إعلان مطعم اسمه ماكدونالد، واللي ما يعرف يا حبايب إنه هذا المطعم هو الداعم هواية رئيسي للاحتلال الإسرائيلي بفلسطين. هذا اللي خلى أحمد أبو الرب إنه هو يتعرض للهجوم بشكل مو طبيعي من هذول الجماعة ويتهمونه هو منافق، إنه بالفترة ما كان فلسطين بالترند هو كان يدافع عنها وحاليا لا. هذا الشيء اللي خلاه إنه هو يسكر حسابه بالتويتر من كثرة التهجم. وطبعا أحمد أبو الرب لا ما طلع ورد على هذا الموضوع، الكل يكتب لنا بالكومنتات هل يستحق أحمد التهجم اللي تعرض له أو لا. ننتقل حاليا لنور مار واعلان عن البدايه الجديده مالته. فنزل شويه ستوريات بالبدايه يا حبايب قاعد يعتذر بها عن التقصير مالته، انه هم قاعد ينزل هواي فيديوهات بالفتره هاي، وقاعد يعلم خلال يا حبايب انه مقطع يوم الثلاثاء راح يكون به هو الاعضاء الفرق الجديد مالته، يعني اعضاء البنات الجداد. وطبعا كنا متحمسين نعرف من هم هذول البنات يا حبايب. بنفس الوقت صار يقول انه هو راح يرجع مثل قبل بالتيك توك ويسوي سلو موشن من هذا الكلام يا حبايب. شوفوا الستوري كيف يا جماعه الخير، ان شاء الله تكونوا بخير. انا اسف كثير، انا بعرف ما هم الكثير صار للسوشيال ميديا ما بنزلكم ستوريات ولا فيديوهات يوتيوب كثير، وخلت ثاني صار مهم لزمان شغلات كتير. هلا المفروض انه بكره سبت، فالمفروض لازم يكون في فيديو جديد على القناة، بس للاسف ما في. ليش يا نور ما في؟ لانه عم بجهزكم شغلات كتير، وراح يكون فيديو يوم الثلاثاء مع الاعضاء الجديدة بالفريق. دايم اعضاء جديدة بالفريق، يس اعضاء جديدة بالفريق بمكان، راح تشوفوا كل شيء يوم الثلاثاء. بس انا بدي اياكم تشجعوني وتساندوني وتضلوا معي، بس هيك راح ارجع لكم على التيك توك اصور لكم سلو موشن وجروب وحركات جديد، جهزت كل شيء. فراح ارجع نور مار 2018 2019، بس بدي انكم تضلوا معي وتشجعوني كتير وارجع اشوف حبكم وتصميم. روح علي على وفاة يا حبايب الشاعر العراقي سمير صبيح بحادث سير يا حبايب بمدينة الكوت، فالله يرحمه يا رب ويجعل مثواه الجنة يا رب. وطبعا لا تنسون يا حبايب ان تدعوا له بالكومنتات، والله يرحمه يا رب، فجروا الكومنتات. وحتى قمرطاي يا حبايب نزلت هذا الستوري كانت تترحم علي يا حبايب مثل ما شايفين. فاسرة قمر يا حبايب هي دخلت السجن، لا يا حبايب ما دخلت السجن، ولما نزل شوية ستوريات كانت حاطة بها كلبشة وهي بالحائط وقاعد تقول انه تريد تسوي فكرة انه تتكلبش بشخص لمدة يوم كامل، وتطلب من المتابعين منو يختاروا لها شخص انه تتكلبش وياه، واللي طبعا الاغلب حختار نور مار. بالستوري بعدها يا حبايب صارت تعلم من خلاله انه هي راح تنزل لنا مقطع يوم الاحد، وبنفس الوقت يا حبايب تقول ان هي قاعدة تصور مقطع راح ينزل لنا يوم الاربعاء، اتوقع راح تكون الستوريات تشوفوها. البارحة طبعا قلت ما اعرف، ها تعرفون انتم صورتكم فيديو يوتيوب يوم البارحة، طبعا فيديو البارحة كان يجنن، راح ينزل يوم الاحد، والفيديو اللي حصورتكم اياه اليوم احتمال ينزلكم لو الاحد للاذاعة، فخليكم جاهزين. ايوه يا جماعة شوفوا شنو اللي لقيت هاي، هل تفكرون بم... هاي اللي اسوي لكم فيها فيديو يوتيوب يجنن يجنن، يعني انتم عرفتوا يعني انا متكلبش باحد اليوم كان، فقولوا لي بنت انه اتكلبش يوم كان، شوفوا هذه الحلوة بس انا كلبش نفسي بالباب. بالختام يا حبايب المقطع نزلت على القناة الثانية، والله المقطع خرافي يا حبايب، الرابط بالوصف يا حبايب الكل يدخل، المقطع رهيب، الرابط بالوصف بس دخلوا، كتبوا ملك المشاهير، دخلوا يا حبايب شوفوا المقطع خرافي، حطوا لي زر لايك، اشتركوا بالقناة، خلينا نوصل لك 150 ألف مشترك، وبس حطوا لايك هنا واشتركوا بالقناة، وبس شاركوا في هذه الخصائص، أحبكم ومع السلامة.